بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: السادس أن من أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف، مثل لعنة المحلل له، فإن من العلماء من يقول إن هذا لا يأثم بحال، فإنه لم يكن ركناً في العقد الأول بحال حتى يقال لعن، لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل. فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط فإنها تحل للثاني، جرد الثاني عن الإثم، بل وكذلك المحلل، فإنه إما أن يكون ملعوناً على التحليل أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط أو على مجموعهما، فإن كان الأول أو الثالث حصل الغرض، وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة، سواء حصل هناك تحليل أو لم يحصل، وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة، وسبب اللعنة لم يتعرض له، وهذا باطل. ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء إن كان جاهلاً فلا لعنة عليه، وإن كان عالماً بأنه لا يجب، فمحال أن يعتقد الوجوب إلا أن يكون مراغماً للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافراً. فيعود معنى الحديث إلى لعنة الكفار، والكفر لا اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره، فإن هذا بمنزلة من يقول لعن الله من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح باطل. ثم هذا كلام عام عموماً لفظياً ومعنوياً، وهو عموم مبتدأ، ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة، إذ الكلام يعود لكنة وعية كتأويل من يتأول قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل على المكاتبة، وبيان ندرته أن المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث، والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به ولا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به إلا أن يكون كافرا، والكافر لا ينكح نكاح المسلمين إلا أن يكون منافقا، وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر. ولو قيل إن هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا. وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وإن لم يشترط، وكذلك الوعيد الخاص من اللعن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فتقدم أن المصنف رحمه الله رحمة واسعة أورد اعتراضا، وهو أنه يحمل الوعيد الوارد في أخبار الآحاد على المسائل المجمع عليها دون المختلف فيها، وذلك حتى لا يدخل المجتهدون الذين خالفوا هذه الأخبار في الوعيد الوارد فيها. وأجاب عنها من 12 وجهاً، تقدم في الدرس السابق التعليق على الوجوه الخمسة الأولى، ووقفنا عند الوجه السادس. والوجه السادس الذي بيّن المصنف رحمه الله فيه أن الوعيد لا يختص
بالمسائل المجمع عليها، وإنما يشمل المسائل المجمع عليها والمختلف فيها. حاصله أن هناك أحاديث ورد فيها وعيد، وهذه الأحاديث صريحة في المسائل المختلف فيها. هذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد صريحة في المسائل التي وقع فيها خلاف، فيدل ذلك على أن المسائل التي ورد فيها خلاف تدخل في الوعيد، كما أن المسائل المجمع عليها أيضاً تدخل في الوعيد، وذلك لأن الصريح لا يحتمل إلا معنىً واحداً وهو بمعنى النص عند العلماء، وهو الذي لا يحتمل إلا معنىً واحداً. والمعنى الصريح لا يجوز إخراجه من الدلالة وحمل اللفظ على معنى آخر لا يدل عليه، فلا يجوز إخراج المعنى الذي يدل عليه اللفظ دلالة صريحة وحمل اللفظ على معنى آخر لا يدل عليه، ولو فعل هذا لكان هذا فيه إبطال لدلالة النص. فإذن حاصل هذا الوجه أن هناك أحاديث جاءت صريحة في المسائل المختلف فيها، وبناء على هذا لا يجوز أن تخرج هذه المسائل المختلف فيها من دلالة هذه الأحاديث، لأن الصريح لا يحتمل إلا معنى واحدا. ومن فعل هذا فقد أخرج ما دل عليه اللفظ من الدلالة وأدخل ما لم يدل اللفظ عليه من الدلالة، وهذا فيه إفساد للنص وإبطال له. ثم مثل رحمه الله بعدة أمثلة يوضح بها هذا الوجه. المثال الأول لعنة المحلل له في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. فإن المحلل له داخل في الوعيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح به، صرح بذكره فقال: والمحلل له. فما دام أنه صرح بذكره في الحديث فإنه لا يجوز إخراجه من الحديث، أليس كذلك؟ ومع هذا، مع أن هذا الحديث صريح في المحلل له، فإن بعض العلماء قال إن المحلل له لا يدخل في الوعيد الوارد في الحديث، وحجته في هذا أن المحلل له ليس من أركان عقد التحليل، ليس من أركان العقد، وأركان العقد، أركان عقد التحليل ثلاثة، وهي المحلل والزوجة والصيغة، فليس منها ليس منها المحلل له، فلا يدخل المحلل له في الوعيد لأنه ليس من أركان عقد التحليل، وإنما يدخل في الوعيد في حالة واحدة، وهي إذا اعتقد وجوب الوفاء بالتحليل، وذلك بأن يفارق المحلل المرأة، ففي هذه الحال يلحقه الوعيد، وهي ما إذا اعتقد وجوب الوفاء
بالتحليل، وذلك بفراق المرأة بعد وطئها، بل قال أكثر من ذلك، وهو أن المحلل لا يدخل أيضاً في الوعيد الوارد في الحديث إلا إذا اعتقد التحليل. وهذا الرأي الذي ذهب له بعض العلماء يترتب عليه أن المذكور في الحديث وهو التحليل ليس سبباً للعنة، وإنما سبب اللعنة شيء لم يذكر في الحديث، وهو ماذا؟ وهو اعتقاد وجوب الوفاء بالتحليل. فهذا الرأي يترتب عليه أن المذكور في الحديث وهو التحليل ليس سبباً للعن، وأن ما لم يذكر في الحديث وهو اعتقاد وجوب التحليل هو سبب اللعن الوارد في الحديث، وهذا باطل، لأن فيه إفسادا لدلالة النص. ثم أيضا يترتب على هذا الرأي أنه لا يدخل في الوعيد إلا العالم بالحكم، والعالم بالحكم لا يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان معانداً، وإذا كان معانداً فإنه يكون كافراً. وعلى هذا يرجع معنى الحديث، وانتبه إلى هذا، يرجع معنى الحديث إلى لعن الكافر، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له المراد به الكافر، وهذا حمل للحديث على صورة نادرة، هذا حمل للحديث على صورة نادرة. والقاعدة عند العلماء والتي تقدمت معنا أنه لا يجوز حمل اللفظ العام على الصورة النادرة، لأن هذا يعتبر عياً ولكنةً وبعداً عن الفصاحة، فلا يترك النبي صلى الله عليه وسلم المعاني الشائعة المنتشرة ويحمل اللفظ على المعنى النادر، وإلا كان هذا فيه تعمية على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بياناً، جاء مبيناً صلى الله عليه وسلم. ووجه كون هذا الرأي فيه حمل للحديث على الصورة النادرة أن الحديث يحتمل أن يراد أن الحديث يشمل المسلم الجاهل، ويشمل أيضاً المسلم العالم بأنه لا يجوز الوفاء بالشرط، ويشمل الكافر الصريح، ويشمل المنافق. فإذا أخرج من هذا العموم المسلم الجاهل والمسلم العالم، وهذان المعنيان هما المعنيان المنتشران اللذان يتبادران إلى الذهن، وحمل الحديث على الكافر المعاند، فإن مع قلة وقوع التحليل من الكفار لأنهم لا يتناكحون على صفة النكاح التي تقع من المسلمين، فإن هذا حمل لللفظ على الصورة النادرة، وحمل اللفظ على الصورة النادرة لا يجوز.
والمقصود بالصورة النادرة، انتبه، المقصود بالصورة النادرة هي الصورة التي لا تخطر في الذهن إلا بالإخطار، بمعنى أنها لا تتبادر إلى الذهن إلا بالتنبيه والتذكير. ولهذا قال العلماء: لا يجوز أن يحمل اللفظ العام على الصورة النادرة، وإنما يحمل العام على الصورة، على الصور المنتشرة الشائعة. إذا تصورنا هذا المثال، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المثال كلام دقيق جدا، ومراده هو ما تم تقريره، فإذا تصورنا هذا فلنأتي إلى كلام المصنف رحمه الله ولنحلله حتى يتضح لنا عند القراءة. فقال السادس، يعني من الوجوه، أن من أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف، نص يعني صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا، في صورة الخلاف يعني في المسائل المختلف فيها. وما دام أنه نص في صورة الخلاف، فهل يجوز أن تخرج صورة الخلاف منه؟ لا يجوز أن تخرج صورة الخلاف منه، بخلاف قول صاحب الاعتراض إن الحديث يحمل على المسائل المجمع عليها ويخرج منها المسائل، يخرج منه المسائل المختلف فيها. ثم مثل فقال: مثل لعنة المحلل له. فإن لعن المحلل له صريح في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، فالحديث صريح في حصول اللعن للمحلل له. ومع ذلك، مع هذا، فإن من العلماء من يقول إن هذا لا يأثم بحال، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى المحلل له، لا يأثم بحال، يعني لا يدخل في الوعيد الوارد في الحديث. لماذا؟ قال: فإنه لم يكن ركنا في العقد الأول، يعني في عقد التحليل، حتى يقال لعن لاعتقاد وجوب الوفاء بالتحليل. والمعنى أنه ليس ركنا من أركان العقد، وإنما أركان العقد هي المحلل والزوجة والصيغة التي ينعقد بها النكاح، وهو ليس من هذه الأركان فلا يدخله اللعن إلا إذا اعتقد. ولهذا قال: حتى يقال لعن لاعتقاد وجوب الوفاء بالتعليل. ثم قال: فمن اعتقد، يعني من العلماء، أن نكاح الأول وهو المحلل صحيح، وإن بطل الشرط وهو اشتراط التحليل، فإنها تحل للثاني، جرد، هذا جواب الشرط، جرد الثانية، يعني جرد المحلل له عن الإثم وأخرجه من الحديث. فقوله جرد الثاني عن الإثم بمعنى قوله في بداية الكلام إن هذا لا يأثم بحال. قال: بل وأشد من هذا، أنه أخرج المحلل من الإثم، فقال: بل وكذلك، يعني جرد المحلل من الإثم كما جرد من؟ جرد المحلل له. فإنه، يعني المحلل، له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون ملعونا على التحليل فقط، يعني أن يلعن المحلل بسبب فعل التحليل فقط دون الاعتقاد. الصورة الثانية أن يلعن على اعتقاد وجوب الوفاء بالشرط المقترن بالعقد فقط. فالأولى يلعن على ماذا؟ على فعل التحليل فقط، والثانية يلعن على التحليل فقط دون الفعل، والثالثة أن يلعن على الأمرين. ولهذا قال: أو على مجموعهما، فيلعن على التحليل، على فعل التحليل، ويلعن على اعتقاد التحليل. فهذه ثلاث صور.
فإن كان الأول والثاني، يعني إن كانت الصورة الأولى وهي فعل التحليل أو الثالث، أو الصورة الثالثة وهي ماذا؟ الجمع بين فعل التحليل واعتقاد التحليل، حصل الغرض وهو التحليل، حصل الغرض مقصود بالغرض التحليل، وذلك لوجود الفعل في الحالتين، لوجود الفعل وهو ماذا؟ التحليل، لأن الصورة الأولى هي فعل التحليل والصورة الثانية هي فعل التحليل مع الاعتقاد، ففعل التحليل موجود في الصورتين. وإن كان الثاني وهو ماذا؟ وهو اعتقاد التحليل دون الفعل، فهذا الاعتقاد يقول هو الموجب للعنة، هو الموجب للعنة، انتبه، من غير حاجة إلى أن ينضم له التحليل، فسواء ضم له فعل التحليل أو لم يضم له فعل التحليل فإن اللعنة تكون سبباً وموجباً لحصول الاعتقاد. لما ذكر هذا الكلام من بعض العلماء بدأ يناقشه فقال وحينئذ إلى آخره، فقوله حينئذ هذا بداية لمناقشة شيخ الإسلام رحمه الله للكلام السابق. كلام السابق واضح وليس واضحا؟ واضح. فبدأ الآن في هذا الكلام في قوله وحينئذ فيكون يناقش ما تقدم ذكره، وهذه بداية المناقشة لما تقدم ذكره، فقال وحينئذ فيكون المذكور في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة، والمذكور في الحديث ما هو؟ هو التحليل، وسبب اللعنة لم يتعرض له يعني الحديث، سبب اللعنة عنده ما هو؟ الاعتقاد، لم يتعرض له الحديث، وهذا باطل، هذا باطل. لماذا هو باطل؟ لأن فيه إخراجاً للحديث عن دلالته، فيه إخراج للحديث عن دلالته، فحمل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له على اعتقاد التحليل، وأخرج منه فعل التحليل، وهذا باطل لأن فيه حملاً لللفظ على غير ما يدل عليه. ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء إن كان جاهلاً فلا يلحقه اللعنة، انتبه معي ماذا يريد أن يصل له، يقول إذا حملنا الحديث على أن المراد به لعن من يعتقد التحليل، فإن من يعتقد التحليل قد يكون جاهلاً والجاهل معذور، وبناء على هذا لا يعمل بالحديث لا في الفعل ولا في الاعتقاد، فتفسد دلالة الحديث. ولاحظوا قوة الاستدلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن كان عالماً بأنه لا يجب، يعني لا يجب الوفاء بالتحليل، لاحظ، فمحال أن يعتقد الوجوب، يعني ولا يعمل به إلا أن يكون مراغماً، يعني معانداً للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون كافراً، يعني إذا كان مراغماً للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافراً، فيؤول معنى الحديث، يعود معنى الحديث إلى لعنة الكافر، ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له الكافر، وهذا المعنى معنى يتبادر إلى الذهن أو لا يتبادر إلى الذهن؟ هذا لا يتبادر إلى الذهن. قال والكفر لا اختصاص له بإنكار هذا الحكم، يعني الكافر لا يختص بإنكار حكم التحليل بل ينكر جميع أحكام الشريعة، والكفر لا اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي يعني المعين دون غيره،
فإن هذا بمنزلة من يقول لعن الله من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في حكمه بأن شرط في الطلاق في بأن شرط الطلاق في النكاح باطل. ثم قال هذا أمر ثالث. ثم قال هذا كلام عام، يعني قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحللة كلام عام عموما لفظيا وعموما معنويا. العموم اللفظي في قوله المحلل لأنه اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية فيعم، والمحلل له فالمحلل أيضا اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية فيعم، فهذا عموم لفظي، وهو أيضا فيه عموم معنوي لأن قوله لعن الله المحلل والمحلل له علة اللعن ما هي؟ التحليل، وهذه العلة معنى عام، معنى عام يشمل كل من نكح امرأة بقصد تحليلها لمن طلقها ثلاثا. فهذا الحديث عام عموما معنويا، وهو عموم مبتدأ يعني عموم ليس مؤكدا لعموم سابق، وإنما هو عموم مبتدأ، والعموم المبتدأ أقوى من العموم المؤكد لعموم سابق لأن المؤكد تابع بخلاف المبتدأ فهو مستقل في الدلالة على المعنى. قال ومثل هذا العموم، لاحظ ما دام أنه عام، مثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصورة النادرة وهي ماذا؟ وهي الكافر، إذ الكلام يعود لكنة وعية، يعني إذا حمل اللفظ العام على الصورة النادرة فإن هذا يكون لكنة، يعني اللكنة هي عدم الفصاحة وكذلك العي، عدم القدرة على البيان، كتأويل من يتأول قوله صلى الله عليه وسلم وهم الحنفية أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها على المكاتبة، فحمل المرأة وهي لفظ عام على المكاتبة هذا فيه حمل على الصورة النادرة وترك للصور الشائعة المنتشرة، ومثل هذا لا يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن وجه الندور في كون ذلك حملا للعام على الصورة النادرة، فقال وبيان ندوره أن المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث، والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به إلا إذا كان كافرا كما تقدم، والكافر لا ينكح نكاح المسلمين، يعني لا يعقد النكاح على الصفة التي يعقده المسلمون عليها إلا أن يكون منافقا، وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه وهو أن ينعقد من الكافر المعاند والمنافق أندر من النادر، ولو قيل إن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا. وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع يعني على بطلان التحليل في كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل وهو مجلد نفيس تكلم فيه على هذه المسألة وهي التحليل، وبين فيها أن هذا الحديث وهو حديث لعن الله المحلل والمحللة قصد به المحلل الذي يقصد التحليل وإن لم يشترط، يعني سواء وإن لم يشترط التحليل، يعني سواء حصل شرط في أثناء العقد أو لم يحصل، فالمراد بالمحلل والمحلل له من قصد التحليل سواء اشترط التحليل في العقد أم لم يشترط. ثم ذكر أمثلة أخرى مثل المثال السابق لكنها أوضح منه، وأرجو أن تكونوا قد تصورتم كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المثال السابق، واضح أو ليس واضحا؟ نعم. قال ما سيذكره الآن هو زيادة أمثلة وهي واضحة، ومقصوده فيها أن هذه الأحاديث صريحة في
المسائل التي وقع فيها الخلاف فلا يجوز إخراجها منها. قال: وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال الترمذي: حديث حسن. وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وفيهم من منع فضل مائه، وقد لعن بائع الخمر، وقد باعها بعض المتقدمين. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. مع أن طائفة من الفقهاء يقولون إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وهو من أصح الأحاديث. وفي وصل الشعر خلاف معروف. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ومن العلماء من لم يحرم ذلك. نعم، فهذه الأحاديث ورد الوعيد في مسائل مختلف فيها، وهي صريحة في هذه المسائل. هذه الأحاديث صريحة في مسائل مختلف فيها، فلا يصح إخراجها من هذه الأحاديث. والقول بأن هذه الأحاديث تحمل على المسائل المجمع عليها فقط، بل هي تشمل المسائل المجمع عليها والمسائل المختلفة فيها. ثم بدأ يتكلم على الوجه السابع فقال: السابع: أن الموجب للعموم قائم، والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا، لأن غايته أن يقال حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه، فيقال إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل، فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد، مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق، فإن هذا التخصيص أقل فيكون أولى. نعم، الوجه السابع: أن الموجب للعموم، يعني أن المقتضي لعموم الوعيد للمسائل الإجماعية والمسائل الخلافية موجود، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالموجب لعموم الوعيد قائم، يعني موجود. عموم الوعيد لأي شيء؟ للمسائل الإجماعية والمسائل الخلافية. فالموجب لعموم الوعيد للمسائل الإجماعية والمسائل الخلافية قائم، يعني موجود. والمعارض المذكور، المعارض الذي ذكره المعترض، وهو خشية دخول المجتهدين في الوعيد، هذا لا يصلح أن يكون معارضاً للعموم الوارد في الحديث. المعارض الذي ذكره المعترض هذا يقول لا يصلح أن يكون معارضاً للعموم الوارد في الحديث، وذلك لأن غاية هذا المعارض أن يقال حمل الحديث على المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها يترتب عليه دخول العلماء في الوعيد،
وهم لا يستحقون هذا الوعيد، فهذا غاية هذا الاعتراض. لكن ذلك يجاب عنه بجواب، وهذا الجواب انتبه له، هذا الجواب هو أن الأصل هو العموم، ولا يجوز تخصيص اللفظ إلا إذا قام عليه دليل. فإذا جاء حديث فيه وعيد بلفظ يعم المسائل المجمع عليها والمسائل المختلفة فيها، فإنه يجب العمل بعمومه ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. وإخراج المسائل المختلف فيها من الوعيد هذا فيه تخصيص للعموم من غير دليل، والتخصيص خلاف الأصل، لأن الأصل ما هو؟ الأصل هو العمل بالعموم، فالتخصيص خلاف الأصل. بل وانتبه لهذا، بل إخراج المجتهد إخراج المسائل الخلافية من العموم ليس تخصيصا للعموم فقط، بل فيه تكثير للتخصيص، وتكثير التخصيص خلاف الأصل من باب أولى. فإذا كان التخصيص يخالف الأصل فإن تكثير التخصيص يخالف الأصل من باب أولى. وكيف يكون تكثيرا للتخصيص؟ يكون تكثيرا للتخصيص لأننا إذا أخرجنا من الحديث العامي الذي لا يعرف الحكم لأنه معذور، وأخرجنا منه المجتهد الذي خالف الحديث لعذر من الأعذار، وأخرجنا المقلد للمجتهد، فقد خصصنا من الحديث هؤلاء الثلاثة، أليس كذلك؟ فإذا قلنا إن هؤلاء الثلاثة يخرجون من الحديث، ويخرج أيضا من الحديث المسائل المختلف فيها، سواء أكان المخالف معذورا أم ليس معذورا، ويبقى في الحديث تبقى دلالة الحديث على المسائل المجمع عليها، فإن هذا فيه، فإن التخصيص هنا أكثر أو ليس أكثر؟ أكثر من الأول أو ليس أكثر؟ وإذا احتمل اللفظ العام أن يخصص منه واحد، واحتمل أن يخصص منه اثنان، فإنه يحمل على تخصيص الواحد. فتكثير التخصيص خلاف الأصل من باب أولى، لأنه إذا كان التخصيص خلاف الأصل فتكثيره خلاف الأصل. ولهذا قال، نأتي إلى كلامه، قال: الموجب للعموم قائم. الموجب للعموم يعني عموم ماذا؟ عموم الوعيد الوارد في الحديث لماذا؟ للمسائل الإجماعية والمسائل الخلافية، هذا العموم موجود وقائم. والمعارض المذكور يعني المعارض الذي ذكره المعترض لا يصلح أن يكون معارضا. لماذا؟ قال: لأن غايته يعني لأن غاية هذا المعارض أن يقال حمله يعني حمل الوعيد الوارد في الحديث على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه، وهم من؟ المجتهدون. فيقال جوابا على هذا: إذا كان الأصل إذا كان التخصيص خلاف الأصل فتكثيره خلاف الأصل،
فيستثنى من هذا العموم من كان معذوراً بجهل أو اجتهاد أو تقليد، يعني مع بقاء العموم في من عداهم وهم غير المعذورين، لأن الثلاثة من كان جاهلاً أو مجتهداً أو مقلداً إذا خالفوا الحديث هم هؤلاء معذورون، فيبقى العموم في من عدا هؤلاء الثلاثة وهم غير المعذورين، ولهذا قال مع أن الحكم شامل لغير المعذورين في مسائل الخلاف كما أنه شامل لصور الوفاق. فإن هذا التخصيص أقل من ماذا؟ أقل من قولنا إن الحديث لا يدخل فيه إلا المسائل الإجماعية، أما ما عداها من المسائل فهي تخرج من الحديث، وإذا كان أقل فإنه يكون أولى. هذا حاصل كلامه رحمه الله، وقد بنى هذا الوجه على قاعدة أن الأصل هو العموم، فلا يخصص العموم إلا بدليل، وأنه إذا احتمل اللفظ العام التخصيص من وجهين واحتمله من ثلاثة وجوه فإنه يقدم الأقل، يقدم تخصيص الأقل. لماذا؟ لأنه أقرب للأصل، لأنه أقرب للأصل وهو العمل بالعموم. نعم. الوجه الثامن. الثامن: إن إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن، ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع، ولا شك أن من وعد أو أوعد ليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض، فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب. أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه، أو جعلنا سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للإجماع، كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث، مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا. فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الأول أولى لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الإضمار. نعم. الوجه الثامن: أن إذا حملنا اللفظ الذي فيه وعيد على العموم للمسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها، فإن ذلك يتضمن أمرين: الأمر الأول ذكر الحكم، والأمر الثاني نقول الأمر الأول ذكر الحكم وهو الوعيد، الأمر الثاني ذكر سبب الوعيد. فقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي مثلا فيه ذكر الوعيد في قوله لعن، وفيه ذكر سبب الوعيد وهو قوله الراشي والمرتشي، فالسبب هو الرشوة. فإذا حملنا اللفظ على العموم، يعني على العموم الشامل للمسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها، فإن ذلك يتضمن أمرين: الأمر الأول ذكر الوعيد، والأمر الثاني ذكر سبب الوعيد. أما إذا حملنا اللفظ على المسائل المجمع عليها فقط دون المختلف فيها، فإن ذلك يتضمن أمراً واحداً وهو ذكر الحكم، ذكر الوعيد فقط دون سبب الوعيد. والقاعدة عند العلماء يذكرها علماء الأصول
أن ما ذكر فيه الحكم والسبب مقدم على ما ذكر فيه الحكم فقط. ما ذكر فيه الحكم والسبب مقدم على ما ذكر فيه الحكم فقط. وعلى الأمر الثاني يكون السبب مذكورا أو ليس مذكورا؟ لا، على الاحتمال الثاني يكون السبب ليس مذكورا. ثم إن هذا العموم الذي حملنا اللفظ عليه لا بد من تخصيصه، هذا العموم لا بد فيه من التخصيص، وذلك بإخراج المعذورين وهم الجاهل والمجتهد والمقلد. فإذا كان التخصيص لا بد منه فالقول به على الأمر الأول وهو العموم للمسائل المتفق عليها والمسائل المختلف فيها أولى من الأمر الثاني وهو أن الحديث يحمل على المسائل المتفق عليها، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن حمل الحديث على المسائل المجمع عليها والمختلف فيها هو الموافق للكلام الذي جرت به عادة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لموافقته وجه الكلام، يعني لموافقته العادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها. والأمر الثاني أنه خال من الإضمار، وذلك والإضمار هو أن يقدر أن المراد بالحديث هو المسائل الإجماعية، لكن إذا حملناه على المسائل الإجماعية وعلى المسائل المختلفة فيها فإن الحديث حينئذ يخلو من الإضمار. والقاعدة أن اللفظ إذا أن الحديث إذا احتمل الإضمار وعدم الإضمار فإنه يحمل على عدم الإضمار، لأن الإضمار خلاف الأصل، الإضمار خلاف الأصل. إذا تقرر هذا فلنأتي إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يقول الثامن أننا إذا حملنا اللفظ على هذا، يعني إذا حملنا الحديث الذي ورد فيه وعيد على هذا، يعني على العموم، على العموم للمسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها، قد تضمن ذكر سبب اللعن، يعني تضمن ذكر سبب اللعن مع ذكر إيش؟ الوعيد. فتضمن أمرين، الأمر الأول نعم الحكم الذي هو الوعيد، والأمر الثاني نعم سبب الوعيد. قال ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع، يعني الذين أخرجوا من هذا الوعيد وهم العامي الجاهل والمجتهد والمقلد، هؤلاء أخرجوا لأجل مانع وهو العذر في المشترك وهو العذر في حقهم. ولا شك أن من وعد يعني بالعقاب وأوعد يعني بالثواب، ولا شك أن من وعد يعني بالعقاب وأوعد يعني بالثواب ليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد والوعيد في حقه لمعارض. فإذا معنى هذا أن الشارع إذا ذكر الوعيد فلا يلزمه في كل مرة أن يستثني ويقول من وجد فيه المانع فإنه لا يثبت الوعيد في حقه. قال فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب، يكون الوعيد الذي لم يذكر فيه الاستثناء لمن تخلف عنه الوعيد لمانع جاريا على منهاج الصواب، فالشارع لا يلزمه إذا ذكر الوعد أو ذكر الوعيد أن يستثني فيقول مثلا لعن الله الراشي أو المرتشي إلا الجاهل مثلا، أو من خالف الحديث بسبب اجتهاد أو من خالفه بسبب تقليد، لا يلزمه أن يذكر
الاستثناء، فإذا لم يذكره فإن كلامه يكون جاريا على منهاج الصواب، يعني على الطريق المعتاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما إذا جعلنا اللفظ على فعل المجمع على تحريمه، يعني إذا حملنا اللفظ على المجمع على تحريمه أو سبب اللعن، يعني أو كان سبب اللعن هو اعتقاد المخالف للإجماع، كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث. والصورة الأولى يكون المذكور ماذا؟ الوعيد وسبب اللعن. أما إذا حملناه على المجمع عليه فقط فإنه قد ذكر الحكم دون سبب الوعيد. والقاعدة أن ما ذكر فيه الحكم وسبب الوعيد نعم مقدم على ما ذكر فيه الحكم فقط، وذلك لأنه أقوى، فقد اجتمع الحكم والسبب الذي هو العلة. قال: مع أن العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا، يعني مع أن العموم الذي ذكرناه في أول الوجه في قولنا إذا كان هذا اللفظ إذا حملنا اللفظ على هذا يعني على العموم، يقول هذا العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا، العموم الوارد في الحديث لا بد فيه من التخصيص بأن يخرج منه من يخرج منه الثلاثة الذين هم الجاهل والمجتهد والمقلد. فإذا كان لا بد من تخصيص، إذا كان لا بد أن نخصص الحديث، فلنقتصر على هؤلاء الثلاثة. ولهذا قال: فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين، يعني على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، فالتزامه على الأول يعني على التقدير الأول وهو العموم للمسائل المجمع عليها والمختلف فيها أولى. ولماذا هو أولى؟ قال: لأمرين. أولاً موافقته وجه الكلام، وهو الذي ذكره في أثناء الكلام فقال: فيكون الكلام جارياً على منهاج الصواب. والثاني خلوه من الإضمار، لأن الأصل ما هو؟ عدم الإضمار. فإذا احتمل اللفظ أن يكون مضمراً أو غير مضمر فإنه يحمل على أنه غير مضمر، ولا يقال بالإضمار إلا إذا قام الدليل على ذلك، فالإضمار موجود لكنه لا يعمل به إلا إذا وجد الدليل عليه. وهذه الوجوه يأتي بها شيخ الإسلام رحمه الله لتقوية ما يقرره، فهو كما قلنا في الدرس السابق بحر متلاطم يحشد الحجج ويدمر بها الأقوال الخصوم حتى تكون هباء منثورا، وهي كما أنها تدمر الأقوال الخصوم فهي أيضا تدمر الأذهان، لأن الأذهان تحتاج إلى تفهم وتأمل وكثرة النظر والقراءة. الوجه التاسع، وإن شاء الله أنه يكون أسهل من الوجوه التي قبله. نعم. التاسع أن وأنا أقول طالب العلم لا يكتفي بالقراءة والقراءتين ولا سيما لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل يكرر القراءة ويقلب الاحتمالات. والشيخ الإسلام رحمه الله من عادته أنه يتكلم في المسألة وفي ثنايا المسألة يستطرد ويتكلم في مسألة أخرى ثم يعود، وأحياناً ينظر بشيء ويطيل النفس فيه ويعود إلى مقصود الكلام، لأن ذهنه سيال والمسائل حاضرة في ذهنه رحمه الله وتتوارد على ذهنه أثناء الكتابة، حتى إنه يكتب يعني بخط سريع جداً من كثرة سيلان المسائل على ذهنه، يكتب بخط سريع جدا، فإذا انتهى لا يستطيع هو أن يقرأ ما كتب. وقد كان بعض تلامذته متخصصا في فك خطه رحمه الله،
ومنهم ابن مفلح، محمد ابن مفلح صاحب الفروع وغيرها. وكان ابن القيم رحمه الله يأتي إلى ابن مفلح ليقرأ له خط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال التاسع: التاسع أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور، وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة، فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن، فلو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص، لكن يلزم منه قيام السبب إذا لم يتبعه الحكم ولا محذور فيه. وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يلحق المجتهد، حتى إن نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، ومع هذا فالمعذور معذور، فإن قيل فمن المعاقب؟ نعم، الوجه التاسع هو أن الموجب للقول، أن الموجب للاعتراض السابق وهو أن الوعيد يحمل على المسائل الإجماعية فقط دون المسائل التي وقع فيها خلاف، إنما هو إرادة إخراج المجتهدين من الوعيد الوارد في الحديث، أليس كذلك؟ هذا تكرر معنا. فصاحب هذا الاعتراض إنما ذكره لماذا؟ حتى يخرج المجتهدين من الوعيد الوارد في الحديث. فيقول إن الموجب لهذا، الإشارة هنا إلى ماذا؟ إلى هذا الاعتراض، هذا الاعتراض إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور، وهو المجتهد والمقلد والعامي. قال: وقد بدأ الآن يجيب على هذا الموجب. قال: وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب للعنة. انتبه، فهذا الفعل سبب للعنة، لكن اللعنة قد تحصل إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، وقد لا تحصل، فلا يلزم من وجود اللعنة أنها تحصل لكل أحد، وإنما تحصل لمن تحققت فيه شروط اللعنة وانتفت الموانع، ولا يلزم أن تحصل اللعنة لكل من فعل، من أتى بالفعل المتوعد عليه. ولهذا قال: وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة، فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن، فلو قيل هذا، وهو أن الوعيد مرتب على سبب، لم يلزم منه تحقق الحكم، فلو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في كل شخص، لكن يلزم منه قيام السبب إذا لم يتبعه الحكم ولا محذور منه، فلا يلزم من حصول الفعل من أي شخص أن يترتب الوعيد إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. وليس معنى هذا أن كل من جاء بالفعل أنه يحصل في حقه الوعيد. وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يلحق المجتهد، حتى إنا نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، ومع هذا فالمعذور معذور، المعذور من المجتهدين أو من الفاعلين معذور، من قام به سبب العذر فإنه يكون معذورا. ثم أورد اعتراضا على هذا الوجه، اعتراض على هذا الوجه التاسع، وهو: لو أن قائلا قال هذا التقرير، وهو أن من قام به سبب العذر لا يعاقب، يترتب عليه أنه لا يعاقب أحد، وذلك لأن من يفعل المنهي عنه إما أن يكون مجتهدا والمجتهد معذور، وإما أن يكون مقلدا والمقلد معذور، وهذان لا يعاقبان. فهذا التقرير في هذا الوجه يلزم منه أنه لا يعاقب أحد، وبالتالي
لا يكون للحديث دلالة، لا تثبت دلالة الحديث، لأن الحديث أثبت حصول ماذا؟ الوعيد بالعقاب، وهذا التقرير يترتب عليه أنه لا يحصل الوعيد. فالجواب على ذلك من وجوه، ذكر 5 وجوه جوابا على هذا الاعتراض. هذه الوجوه إن شاء الله نتكلم عليها في الدرس القادم بإذن الله، وأنا أرجو أن تقرأوا الاعتراضات السابقة مراجعة، وأن تقرأوا أيضا الاعتراضات القادمة حتى إذا بدأنا فيها يكون هناك تصور عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.